مرحبا. السلام عليكم. سائر السوق وشفت هاليحة قدامي وتذكرتك يوم تقول زمان اليحة ما وش. لا لا كذاب، انا كذاب، كذبتني انا اصغر اولادك يوم تقول لي كذاب، كذبتوني كلكم. ها هاي لا شيء بعدها شيء، ها اقول لك سبعه يتقاسموها سبعه. ما شاء الله. ماشي ماشي عاد ماشي ماشي لا ماشي منه ماشي منه سبعه. لا قال. لا انتوا تكذبون الواحد، تكذبون ما حد يمين. شوف ميرة هالوادي، هذا ترى ميرة وادي هذا. نعم. شوف عينك على هذا الوعب، هذا الوعب قبل زارعيننا حياة ابوي زارعيننا كله يح. هذا ها 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 الوعب كله زارعيننا يح، وكانت تستوي ضربة سيل. سيل يا يعني سيل عظيم، الاول السيل قبل السيل، تو ما يطيح سيل قبل صح، وذاك السيل رخي استوت وين نزول، وكان نخش تحت هذا المعرش، كان هذا شينكو فوق. نعم. ونخشينا لين يوقف السيل وكان يدفع الوادي، ويوم دفع الوادي توين نزول بعمارنا وين نقبل، قال حياة الوالد. لكن شوف حكم، حكم هذا الأوليين أذكياء. نعم. ما أعرف كيف ياته الفكرة حياة أبوي الله يرحمه. قال مبارك يا نعم، قال قم 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 طول لنا يحى من هالوعب، وكان أركب لوش بايحة وإحنا زيل غرقان، قال يب يحى، وكان يب لي يحى، وكان يشرخها بالنص كذا، وقصيناه وكلينا منها الاكل. نعم. وكان يركب هو في وحده وانا في وحده، وهذاك سير وين تلا. والمكينه وين؟ مكينه الوش. ركبتوا مكينه؟ مكينه الوش ركبنا فيها الوادي، شلنا تلاقينا في عند الباب ركبنا فيها، شرخناها كذا بعد كذا شرخناها، هاي قصه وحده ركب فيها وقصه وحده هنا، وكان نتلاقى في البلاد. يس. انا نشبت هناها بعد نشبت، لكن تفتكت عقب. انا الحين حسيت بالطراء. لا حول، بعد ما مصدق ذي والوادي يا قوي، الوادي قوي الوادي يا ها يا الله بستر، ما تصدقون اطول انتم يا الله يلا مصدقيننا. ها سنه كم تقريبا؟ والله ما اعرف ذيك الايام من زمان، في التسعينات اظني. انت صف كم كنت ركبت انت على؟ انا ركبت في قشره وحده، وابوي وحياه ابوي في قشره. يا خوزنا منها الطعم وسريت للبيت. وللبيت تلاقينا اقوك عند دروازه. يا الله هي عين بعد تاخرت، انا نشبت هنا شوف السمر كانت عودي. نعم. نشبت فيها. يا سلام. وعقب هو قدمني ابوي تلاقينا عند الباب. يا سلام. لو ما ليح، لو شوف كيف. لو ما ليح؟ لو ما ليح كان لا. وتو ليح تذكر كبرها. متوسد ليح. هاي وين تركب فيها؟ يعني قبل يطلعون البحر من ليح. يا. عاد هذا يكذبنا. ابو راشد. هذا بيكذبني. لا لا عزيز عزيز عزيز. يقول لك انهم في المزرعه كانوا استوى السيل. على بالي زين. الليح اقول لك قبل كبار كبار الليح. ها هاي وحده من هذا عيتوها ما بالك اول وصلتوا البيت هي رحنا القشار الليح. يا الله ركبت على القشار الليح، على القشار الليح وسريته من هذا هذا الميره. هذا الميره هذا البند، هذا البند ما كان موجود. هذا البند نعم، هذا البند ما كان موجود، كان ماشي بند، وكان كل نسيده، وهذا البيت بعد لته بنيت. قصيت الليح بالنص. اي نعم شرخناها. وركب ابوك على، ركب ابوي فنخه وانا فنخه واحده، وكان روحني وسريته منه، سرينا منه. هذا كان وكان يودينا مره، شوف هذا ترى يطيح الوادي. لا. وكان تلاقينا في البيت. يا مشكله لي ركبت على الشارع ليح. عاد بغنيها بغنيها، هذا ما ينعطى طول سالفه طول. ابوك وين؟ ابوي اشتبه بساله. تساله ويش ميت ترى ابوي، سير للمقبره ناك، سير لي تاخذ انت فهد، بس لا ترفع عليهم ضغط، نعطون بشيلها يا حي بشيلها. شوف الطباتكم شوف شوفهم ما شاء الله. يلا ابو يلا بنسين المغرب بشيل اللحى. اشوفك صديت كذا بصد بصد. شوف الطماط هالكبر يا فهد، هذا صندوق كبر. قم منا قم قم عن يك الوادي ايش. صدقه صدقه قم. طنزوا علينا، طنزوا طنزوا على فهد. فهد عطون خوز خوز وصرع الشارع اللي يحوز. عط عط غافي فهد، سامحني سامحني على اخبارك، طبع ما غاوي تعرفنا نصور كل يوم، يعني يوم تجي هالمزرعه لازم ذيلا مرتزين عندي بايب اربع جايب وحده الوش ماشي، غير اشيلها روحي تولي بشيلها حق اولادي. لا والله ما شليتها نتقاسمها كنا. ما تنقسم يا ابوي وش إيه ما تنقسم تو تقول سبعه يتقسموا يا ابوي، بيضربها الهواء بيضربها الهواء بتخترب يا ابوي. خلي 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 يا حول لا قوه يا بنت انت والوش كل يوم على ضاربنا على كل شيء. وانت ليش الضار؟ صدق يا اخي اطلع من سهمك وبنشيل سهمنا. وانت انت ما تبى سهمك وانت ديح ماكلنا يا ابوي. يا ابوي ما يستوي ما يستوي، اشيلها انا هذا. لا لا ما بشيلها ما بشيلها. توك تقول زمان اليحة كم واحد يتقاسمها؟ يتقاسمها سبعه فهد. زمان ذاك زمان تو احنا تو احنا تو زمان تغير بارك الله فيكم تو هي تغير الزمان. قبل اليحة يتقاسموها سبعه، تو اليحة الكبر وين قسموها؟ الطماطه
هباب ما تشوفها شوف الطماط تو الفندال اللي ضرب الدود وين تقاسمه تو هذه كبيرة لا صغيرة براشد تعال جيبها لي الموتر يا ابوي وسيبها والله ما تشلها لنا لا من غفرتك كل شيء تباه زحنا بنسوي تحدي بنسوي تحدي تحدي فوش اللي يفوز بالتحدي اللي يحمل صوره يا ابوي حتى في اللي تحدي بنسوي قوه تحمل كل واحد يشيل ليحه وزنها 22 كيلو اكثر واحد يتم شالنها في يديه اللي يحمل صوبه